خذوا خل يا ابو جاسم الدنيا اخذوا عطا يلا 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 الله عليك يا ابو جاسم خذوا خل يا ابو جاسم الدنيا اخذوا عطا خليك للخير بلازم خليك عقد الغطا ابو جاسم وابو كاسم ابو جاسم وابو كاسم ابو جاسم وابو كاسم خليك عقد الغطا يا ابو كاسم ترلني يحسبونك مخلني رضاتك ومطاليب ابن جاسم جنني ابو جاسم ابو جاسم خليك عقد الغطا ابو جاسم النهارده والله ما فهمت ايتها حاجه من مركز محو الاميه وكله من اللي اسمه خالد ما عرفناش نذاكر منه شنو منو خالد هذا يا جاسم ايش قاعده تقولين الابله كل شويه تقول جاء خالد كنت اقوم واغطي وشي بعد كده تقول خرج خالد اقوم واكشف وشي بعد كده تقول خالد اشترى 5 تفاحات اقوم واغطي وشي بعد كده تقول خالد ذهب ليقسم التفاح على 4 اقوم واكشف وشي وعلى كده يا ابو جاسم خالد جه وخالد راح خالد جه وخالد راح مع اننا ما شفناش خالد يا بنت الحلال هذه طريقه تعليميه لايصال المعلومه بشكل محبب وانا قاعده اقول من خالد من خالد الله عليك يا ابو جاسم يا ابن الحلال عليك بالتعلم لأن الإديوكيشن واجب علينا وبكده تصير خوش ستيودنت لأن طالب العلم بيرفع راسه وراس أهله وأم وأبوه ولك أنا أبوي مات أمي وأمي ماتت أمية وأنا أمي وهيني تاجر مر يعني التعلم مش رح يفيدني ولا محو الأمية ولا محو الأبوية هو حضرتك يا صاحب البقالة لو انك متعلم كان دلوقتي قاعد على مكتب وتحت الكونديشن وبتأمر وبتنهى ومحدش له عندك حاجة انت تخنتها ونفخت راسي بهالحكي انت اللي روح اتعلم بدل ما انت حارس عمارة ولا عشان تشلمتين الانكليزي اللي بتقولهن وحافظهن خلاص صرت سيبويه وكافيه ولا ايه كان بعد ما شاب ودول كتاب ما انت ضيعت طفولتك تجمع جرجعان وسلم ولادهم يلا ليه ما درستش وانت صغنن انا ماما لازم يروح حق بنجلاديش علشان يذاكر دروس انا يكفي ماما يشتغل خدامة عند هذا وعند هذا كل 2 سنة في بلد يروح امارات سعودية جوردن انا يبي يسوي تخصص دراسة حق طباخ نعم 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 عاوزة ايه؟ تدرسي طباخ؟ طب اسمنه كده يعني حتضيعي وقت ليه؟ انت من دلوقتي حتتخصصي بالطبخ عندنا بالمطبخ وملهاش لزوم الجامعة دي بتاعتك اخ ياني اخ يا ندمتي ويا ندمتي اللي مشغلينك ما تهتمي بالشغل بقى وخلصيني انا بابا وماما يسوي جنجال كل يوم وانا يبي يدرس على سان انا يسوي تخصص خلاص انا كل يوم اروح محو الأمية وحاخدك معايا رأيك ايه؟ لا ماما لا انا ما يفتهم تدريس عربي انا يبي تدريس في صف مال بنجلاديش يعني انتي مش عاوزة تدرسي انتي بس عاوزة تسافري وخلاص انا من الاول قلبي مرتحلكيش كنت عارفة اسمعي مفيش رواح يعني مفيش رواح يا الله ماما انتي دايم يسوين مساكل 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 يا ربي سنو سوي انا سنو سوي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة